انت بخير حبيبي؟ الحمد لله بخير. شلون الاجواء الرمضانيه؟ والله اني صراحه مو صار لي 10 ايام جاي من استراليا، بس دا اشوف بغداد يعني غير عالم. حلو. جنه. مو هاي بس الصوره الماخوذه على بغداد. طبعا بس انتم لازم الاعلام عندكم دور، انتم هوايه يعني يعني احنا باستراليا بسدني يوصلنا اخبار يعني صراحه اني ما كنت اريد اجي، يعني ضغطوا علي بس من جهه شفت يعني غير عالم. طبعا 100% الصورة دا توصل لنا هناك باستراليا مظاهرات وحس، بس يعني انا هسه جيت يمكن بعد سنه لا خم اجي صح، و 100% ارجع يعني. يا ساعه تبقى بالليل هنا يعني؟ هسه ما ادري الساعه بيش هسه يعني شو بقى، تبقى 12 الوحده هيك. هاي اول ما اول يوم عندي داجي يعني، اول يوم بارحه وصلنا يعني اول يوم اربيل وبارحه وصلت هنا. هاي اول يوم دا اطلع بس يعني يعني مثل الواحد بالحلم ما اعرف. ابقى للسحور ما بغداد في امان يعني، امان الحمد لله. اقول لك شغله، تكون على ثقه، احنا باستراليا ما عندنا هيك شيء. بالاستراليا بالسيدني بالخمسه ما تلقي بشر. كون على ثقه. كون واذا تريد تعالوا هناك صوروا ماكو بالخمسه خلاص كلها من البيت للشغل وخلاص، بس هنا يعني صراحه الحمد لله. بس عندكم الاعلام، عندكم الاعلام اخ من الاعلام عندكم. دا يوصلون صور على العراق والله العظيم، يعني أنا صراحة نسى 100% يعني إحنا دا نشوف هناك صراحة بعض مرات التلفزيون يعني عندنا على اليوتيوب يعني أباوع هيك دقيقتين يطلعون المظاهر يعني واحد هم لا يعني إحنا لابد أن نعكس الصورة حقيقية. بغداد في أغلب مناطقها هي هيك مو كلها يعني، طلعت من بغداد جديدة ويعني بيت أختي نازلاني بس دا أشوف يعني. شنو رسالتك قبل للجاليه العراقيه في استراليا؟ خلي يشوفون يعني، يجون يزورون يشوفون يعني، خل تجي الشركات هنا وخل تجي يشوفون. ما وين يعني ما عندنا صراحه، اكو مناطق هيك ما عندنا بسدني باستراليا ما عندنا صدقني. حلو. كن على ثقه احكي لك اياها يعني ما عندنا هيك يعني شغلات هيك بهالليل. وين انطباع حلو هذا يعني انا احكي صراحه يعني صار لي تقريبا 9 سنوات اني طالع. هاي جيت اول جايه يا رب ان شاء الله كل يمكن جاي يمكن ياخذون هاي الصوره. اي والله يمكن يعني لو بها مجال هم امدد طيارتي يعني ابقى شويه. حياك الله. اي والله يلا اقول لك يا حبيبي ممنونين، تشرفنا.